بسم الله الرحمن الرحيم. We will discuss now about headache, one of the most important part in neurology. عليها أسئلة مرة كثير. Frontal sinus headache, how to reach the diagnosis. فهذا simple question, بس يبغى يتأكد أنكم عارفين أنه أول step دائما في أي case للهيديك له imaging وله lab, هو full history and examination. لأنه لما حتشوفوا دحين differential diagnosis حق الهيديك بعد ما نعرف البرايمري والسكندري, الهيستوري لحاله يقدر يفرق لنا مرة كثير من أنواع الهيديك, ممكن نكتفي به خلاص أصلا ونشخص. فإذا الفيرست ستيب دائما هي الفول هيستوري أند إكزامينيشن. Patient with headache that comes and goes a lot during the last month and it is usually on the left or right sinus. فإذا unilateral ماخذ جهة واحدة. She used over the counter analgesic and decongestant but did not help. She complains now of severe headache. She is otherwise healthy with no symptoms. What you will order to confirm the diagnosis. فمن السيناريو كده الواضح استخدم الديكونجستن, ماخذ يونيلاترال, باين كده الهيديك انه ساينوسايتس. من الخيارات اصلا بيعطيكم هنت انه هو قاعد يتكلم على شيء فوق في الفيس, ساينوسايتس. فهل الاي اس ار ممكن يفيدني؟ ما يفيدني. هذا ممكن يعني يجيبوه لو كانت الكيس تمبورال ارترايتس, وحتى ما حيكون هو الكونفرماتوري, حيكون اداه مساعده بس. MRI brain, MRI spine ما لها أي علاقة, الكيس ما هي multiple sclerosis حتى عشان أقول والله MRI spine معاها ما في أي compression. فالجواب هنا حيكون CT of paranasal sinus عشان يشوفوا sinusitis. Headache that is throbbing and unilateral aggravating with light and movement. So what is the diagnosis? فدائما أول ما نشوف unilateral throbbing pulsatile headache معناه هو قاعد يتكلم عن المايجرين. فالمايجرين عندي unilateral pulsatile throbbing pain preceded by flashing light أو zigzag line, أو يقول لك شميت ريحة قبل لا تجيني الأتاك, كلها هذه معناها أنه في أورا. فلما يكون preceded by aura هذه migraine. ممكن كمان يكون عندهم photophobia. الكلاستر هيديك ما بيجي بهذا البيتشر. الكلاستر صحيح أنه برضو unilateral بس يقول لكم دائما البين over one eye, يعني يقول لك حسه وراء عيونه retro orbital, ويقعد for minutes to hours associated with lacrimation, rhinorrhea, flushing of the forehead, يعني يسيل من كل مكان, من أنفه, من عيونه, حتى جبهته يعرق مرة. فيحبوا يجيبوها هذه معاها في السؤال as a keyword. الكلاستر هيديك يجي لأوقات معينة في أوقات معينة من السنة, يعني زي شفت الكرونيك برونكايتس يجي في شهور معينة من السنة, الكلاستر زيه برضو. فيكون حتى المريض عارف إنه والله في هذه الشهور المعينة حتجيني أنا الكلاستر أتاك. التنشن السبأركلويد هيموريج دائما بيكون الكي وورد حقته إنه the worst headache in my life. هل قبله تروما؟ ما في قبله تروما, مو شرط, ممكن حتى من الهايبرتنشن بس يجيله, يعني مو شرط يكون في تروما على الدماغ, لكن الكي وورد حقته worst headache in my life. السب أركنويد هيمورج بيكون صادين طبعا, ما في واحد حيصير له هيمورج يقعد كده بروجريسيف ما هو داري عنه, غير في طبعا حالات الثانية زي الكرونيك سبديور الهيماتوما مثلا. هنا لا, أكيوت سب أركنويد هيمورج. كمان في حاجة مهمة بس لأنه عليها سؤال فبقوم تسمعوها من الآن عشان تثبت معاكم لما يمر عليكم السؤال تحت, إنه السب أركنويد هيمورج صح أنا بشخصه بالسي تي برين, من يوم ما يقول لي worst headache هسوي له سي تي برين هيبان معايا الهيموريج. طيب لو ما بان معايا وانا مره عندي هاي سسبشن انه هذا سبب اركنويد هيموريج ايش اسوي له وقتها؟ ما اقدر اقول انه اكسكلودد باي سي تي, اسوي له لمبر بنكتشر عشان اشوف البلد في السي اس اف, يسموها زانثوكروميا. فاذا اذا هاي سسبشن اوف سبب اركنويد هيموريج ونيجاتيف سي تي راح اسوي له لمبر بنكتشر, هتشوف عليها سؤال تحت. التنشن هيديك بيكون ابيسوديك, بيكون كرونيك كورس, بيجي bilateral over the occipit, هذا المكان حقه. فإذا المايجرين unilateral pulsatile, الكلاستر over the eye, والتنشن في الأوكسيبت, ممكن كمان في الفرونتال تيمبورال عادي بس هذا أكثر شيء يجيبوه. الكاركتر حقه يعني الكي وورد حقته يقول لكم والله شكلها band like, زي كأنه واحد رابط طرحة على دماغه كده وشاددها مرة, الصداع زي كده يجي tightness. ويحبوا يجيبوا لكم فيه إنه والله البيشنت هذا في ستريس, هو مثلا في بيئة عمل ستريسفول, حاجة كده تدل لكم إنه هذا نوع تنشن هيديك.
Describe migraine headache. طيب هل هو recurrent headache أقل من 4 hours؟ لا طبعا، المفروض إنها تكون أكثر من 4 hours. هل هو unilateral throbbing headache؟ صح. كملوا الخيارات زي ما قلنا دائما، نكمل للأخير، نسوي exclusion. Aura following the headache، لا هي aura preceded the headache. Bilateral band like، هذه ما هي البكتشر حقت المايجرين، هذه حقت التنشن هيديك. فالجواب unilateral throbbing هيديك. هنا تجميعة الكلام كله اللي قلناه اقرأوه كده على مهل واحفظوها، هذه لازم تكون محفوظة صم عندكم. المايجرين unilateral pulsatile throbbing، قبله aura، في photophobia، cluster over one eye، يقعد minutes to hours، مع lacrimation، يجي في أوقات معينة من السنة، والتنشن هيديك episodic chronic، مع stress وباند لايك. طيب هذه أنواع البرايمري هيديك هنا. طيب نيجي نشوف السكندري هيديك، يعني بسبب other underlying cause. الثلاثة اللي فوق دي تكلمنا عنها، هذه العلاج حقها علاج specific معين، يعني مثلا المايجرين ياخد انسيد، والله لو ما تحسن ياخد تريبتان، الكلاستر ياخد 100% أكسجين، التنشن ياخد باراسيتامول. لكن الأشياء الثانية هذه لا، العلاج حقها treat the underlying cause، عشان كده ما يسألوكم في المانجمنت حقها، لأنه أكيد ما يبغاك تقول treat the underlying cause، يبغى يسألك في medication معين. فإيش الأسباب الثانية على السريع كده، لأنه ما سألوا فيها كثير إلا الهيموريج بس. infection زي المنينجايتس، encephalitis، brain abscess، بيكون في generalized headache، طبعا معهم الأذر signs حقت المنينجايتس، photophobia، neck stiffness، meningism. الانتراسيريبرال بليدنج سواء سب ديورال هيماتوما، سب اركنويد، انتراسيريبرال هيموريج، بيكون سادن اكيد، انيشيالي لوكالايز بات بيكمز جنرالايز اسوشيتد وذ نيك ستيفنس، لانه الهيموريج يسوي برضو الساينز حقت المننجزم، عشان كده يجيني بنيك ستيفنس. تيمبورال ارترايتس هذا مره مهم ويسالوا فيه مره كثير سواء في النيورو ولا في الروماتولوجي، وتكلمنا عنه قبل كده، بيرزيستنت يونيلاترال اوفر ذا تيمبورال اريا، فناحيه التيمبورال في الراس، associated with blurry vision و diplopia و jaw claudication، والmost sensitive له هو jaw claudication، يحبوا يجيبوه في السؤال، يكون عنده jaw pain during eating. طيب temporal arthritis تيجي دائما في old age أكثر من 50 سنة، وهذا الوصف حقه، وفي اللاب بيكون عنده high ESR more than 100. تمام، هذه كلها keywords تعطيكم hint إنه temporal arthritis، فكروا فيها أصلا على طول من يوم ما تشوفوا واحد old age. المهم فيها هنا إنه لازم تعرفوا إنه next step فيها طبعا هو diagnosis ببيوبسي، إنه ياخد بيوبسي من temporal artery، بس هل أنا حنتظر result of biopsy وما عالج المريض؟ لا، لو انتظرنا وما عالجناه ممكن يصير له blindness، فعشان كده next step على طول initiate management اللي هو high dose steroid. تمام. طيب بالنسبة للأكيوت سينوسايتس زي السؤال اللي شفناه دومنا فوق، associated with pain or fullness behind the eyes or over the cheeks or forehead. cervical spondylosis ما يسألوا فيه، pain over the occiput مع neck stiffness. raised intracranial pressure زي مثلاً إنه يكون في brain tumor، في other disease اسمه idiopathic intracranial hypertension، عندهم ارتفاع في الضغط في الدماغ سببه غير معروف، له اسم ثاني اسمه pseudo tumor cerebri، يجي دائماً في obese woman بتاخد OCB كده السيناريو اللي يجيبوه. هذا بيكون generalized worse in morning. مرة مهم إنكم تعرفوا إنه الهيديك اللي بيصير بسبب raised intracranial pressure سواء hemorrhage tumor أي شيء بيزيد في الصباح، بيكون معاه بروجكتايل فوميتينج، ويزيد لما يدنقوا على قدام، يقول لكم والله increase with bending forward، مثلا نزل يجيب مفتاح، نزل يجيب حاجة طاحت منه فزاد عليه الهيديك، ويكتبوها ترى كده في السيناريو. medication overuse headache مهم لأنه جابوا عليه سؤال، كلها ترى سألته فيها يعني. medication overuse headache history of using analgesia لأكثر من 10-15 يوم بيرمنت، فيقول لكم والله واحد عنده osteoarthritis، عنده chronic headache أصلاً، chronic tension headache، وبياخد analgesia لأكثر من نص الشهر. فإيش الدياجنوزز للهيديك الجديد اللي دحين صار يحس بي؟ هذا medication overuse headache. العلاج إني أبدأ أوقفه gradually، هذه medications اللي قاعد ياخدها يبطل خلاص بعد ما صار dependent عليها يبطلها،
وفي بعض الأحيان لما المرض تكون سبير ممكن يحتاج ستيرويد فيها. تراجمينال نيورالجيا بريف بروكسيسيف يونيلاترال لانسينيتنج بين في الديستريبيوشن حق التراجمينال نيرف. انتوا عارفين التراجمينال نيرف له ديستريبيوشن في الفيس، ماخذ ثلاثة كده أجزاء، فالبين يكون في نفس الديستريبيوشن حقه ماشي كده يوصفه. لما تيجي تحطوا يدكم عليه حتى لو لايت تاتش بس هيصرخ من الألم. لما يجي يحلق هو ممكن يقول لك أصلا المريض، أنا لما أجي أحلق دقني بيجيني ألم مرة فظيع، مع إنه الحلاقة مرة لايت تاتش بس لما يحط الموس على دقني. فهذه كلها علامات تراجمينال نيورالجيا. مرة مميزة تراجمينال نيورالجيا في التريتمنت حقه، لأنه علاجه كاربامازيبين كده، لا تقولوا باراسيتامول ولا إنسيد ولا شيء، العلاج كاربامازيبين. هذا واحد من الأنتي إبيليبتيك. Patient developed sudden onset headache when he was bending to take his keys. معناها في raised intracranial pressure. Describe it as worst headache in his life. هذه ال keywords حقتنا. So the diagnosis is subarachnoid hemorrhage. Patient presented with worst headache in his life. Negative CT brain. What is the next investigation? يعني بيقول لكم إن والله highly suspicious of subarachnoid hemorrhage. Negative CT. قلنا إيش حنسوي؟ Not excluded. ولا ال MRI. نسوي لمبر بنكتشر. سيرشنج فور زانتوكروميا اللي هي الار بي سي ان سي اس اف. هيديك ان شايلد ماند لايك ثروبينج بين وذ ستريس ات سكول. فهنا هو في ستريس وثروبينج بين باند لايك وفي تشايلد كمان، يعني مره بيقول لكم انه ترى هذه تنشن هيديك. بيشنت وذ يونيلاترال هيديك اون تمبل اريا لاب ريزلت اي اس ار 112 فوق ال 100. اكيد هنا كمان هذا كان اولد ايج بيشنت، فهذه temporal arthritis. What is the next? High dose steroid. 45 year old male diabetic patient presented with dull aching headache increasing with straining and coughing. هذه برضو من علامات ال increased intracranial pressure. Upon examination there is tenderness all over the eyebrow. What is the most likely diagnosis? ما هي بس من علامات الانكريز انتراكرينيال بريشر، ممكن تيجي كمان مع السينوسايتس. لو لاحظتوا اغلب الناس اللي عندهم سينوسايتس لما يجوا يسجدوا في الصلاه يزيد الالم عليهم، فهي برضه انكريز وذ بيندينج فورورد وسترينينج اند كوفينج. طبعا كمان لما قال انه في تندرنس اول اوفر ذا اي بروز هنا خلاص خلانا على طول نعرف انه فعلا هذه سينوسايتس. اماكن السينس اللي انتم تعرفوها فوق العين وعند الخد، فهذه كيس اوف سينوسايتس. بيشنت وذ هيديك same as tension headache, band like with stress. Pain is lasted for 1 month and he is using paracetamol day after day. For 1 month, day after day, معناها بياخدها 15 يوم. Then what is the type of headache? This is overused drug headache. Medication overused headache. الخيارات الثانية ترى كلها تلاقوها أصلا مستبعدة، لأنه خلاص أنتوا ونس أنكم تعرفوا الكلينيكال سيناريو حق كل دايجنوزيس تصير الأسئلة مرة سهلة عليكم، تختاروا الجواب وأنتم متأكدين أن الثانية كلها غلط. المايجرين ابغى اتكلم عن المانجمنت حقه لانه مره مهم. بالنسبه للمايجرين كلاستر والتنشن لازم تعرفوا انه في شيء اسمه اكيوت تريتمنت، يعني الان هو عنده الاتاك فانا بعطي له شيء ريليف السيمبتوم. في شيء اسمه بروفيلاكسس، فهذول لانه يروح ويجي عليهم الهيديك كل شويه فبيتعبوا، بيبداوا حتى بالذات المايجرين ممكن يصيروا يغيبوا حتى عن عملهم، ياثر على حياتهم جدا المايجرين اتاك، يعني تعتبر شيء مره ورست. فنقدر نعطيهم بروفيلاكسس عشان ما تجيهم اذر اتاك. فهذه الثلاث انواع بس هي اللي حيكون لها بروفيلاكسس، الباقي اللي تكلمنا عنه كله فوق لا ما في شيء زي كذا. فاذا كل ما نيجي نتكلم عن واحد من هذه الهيديك الثلاثه ابغاكم على طول بعد ما تقول السيناريو حقه تقولوا الاكيوت تريتمنت والبروفيلاكسس تريتمنت. طبعا هذه الباوند نيمونيك تو دايجنوز مايجرين، بس خلوكم عارفينها كلها تكلمنا عنها اصلا. بالستايل كواليتي بتقعد ما بين 4 ساعات، اهم شيء قلنا اكثر من 4 ساعات إلى 72 hours in bed. Unilateral nausea and vomiting. Disabling intensity. قلت لكم patient goes to bed يبطل يروح الشغل. فمجموعة في كلمة bound بس عشان تكونوا عارفينه. نيجي للشيء المهم المانجمنت اوف migraine. حنشوف هو acute طبعا، هل هي mild to moderate ولا moderate to severe؟ كيف أعرف هي moderate to severe؟ لما يكون معاه nausea vomiting أو انه اخذ انسيد، اخذ علاج المايلد وما استجاب، اذا هذه مودريت تو سيفير، عشان كذا ما استجاب. فاذا مايلد تو مودريت اعطي اسبرين اور انسيد. طيب والله مودريت تو سيفير بور ريسبونس تو انسيد، حاعطي وقتها تريبتان. كذا حيكون الابروتش حقي في المانجمنت. طيب لو كانت مايجرين معاها فوميتنج يعني مودريت تو سيفير قلنا تريبتان خلاص، بس هل ينفع اني اعطي له اورال؟ ما ينفع، انه في فوميتنج
بدل حياخد subcutaneous أو nasal triptan. كل سطر في هذه الأسطر جاء عليها سؤال. التريبتان طبعا كونترا انديكيتد في الكورونري ارتري ديزيز. المايجرين بروفيلاكسيس الكرايتيريا حقته ما يسألوكم فيها، لما يجيبوا السؤال دائما يقول لك والله احنا نبغى نعطي بروفيلاكسيس، فايش تبغوا تعطوا؟ فمريحينكم بس احتياطا اعرفوها. مايجرين ما بيستجيب للثيرابي، الهيديك بيجي له اكثر من 10 ايام في الشهر، بياخذ الميديكيشن اكثر من 8 ايام. ديسابلنج هيديك بيخليه 4 ايام من الشهر ما يروح الشغل حقه. فانا قلت لكم ما هي مره مهمه، هم على طول حيسالوكم ايش البروفيلاكسس، والله هذا يحتاج ايش حتعطوله، فالجواب بيتا بلوكر. وانس انه ينذكر البيتا بلوكر لازم يعقدوكم ويجيبوا لكم ازماتيك بيشنت عنده سيفير مايجرين يبغى نعطيله بروفيلاكسس عشان نشوف ان انت عارف انه ما ينفع ياخذ بيتا بلوكر. طب هو ما ينفع ياخذ، فاذا ايش حياخذ؟ حياخذ اميتريبتالين اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت، او حياخد الانتي ايبليبتيك اللي هي التوبيراميت والبرويك اسيد فاكسين، هذا برضو من الاس ان ار اي انتي ديبريسن. فدائما اللي يجيبوه هو الاميتريبتالين، هذا اللي يركزوا فيه، الباقي ما يجيبوا لكم هو. فانتوا اعرفوا انه بيتا بلوكر هو اول شيء، لكن لو في كونترا انديكيشن له زي انه يكون عنده ازمة، فاذا حاطي وقتها اميتريبتالين. واعرفوا كمان معاها إنه الأميتريبتالين هذا اللي هو التي سي اي هذا البروفيلاكسس الأول فور تنشن هيديك، تي مع تي، تي حقت التي سي اي مع تنشن هيديك. فزي ما هو سكند لاين للمايجرين بروفيلاكسس اللي ما يقدر ياخذ بيتا بلوكر، هو الفيرست للتنشن هيديك. تمام، طيب نطبق هذا الكلام. A young female present with unilateral throbbing headache. Her headache is associated with nausea and vomiting. She tells you that she is sensitive to light. يعني عندها فوتوفوبيا. Which of the following is used for acute treatment? طبعا لو كان مفصل زيادة كان المفروض نختار subcutaneous أو nasal triptan لأنه عندها nausea and vomiting. لكن الحمد لله ما جاب لكم هي كذا من البداية. فطلعوا في الخيارات aspirin هذا for mild to moderate فما ينفع استخدمها هنا. Triptan هو الجواب الصح. Beta blocker هذا for prophylaxis. 100% oxygen هذا الacute treatment حق الكلاستر هذي. كده طلعنا الجواب. 25-year-old pregnant lady, known case of migraine. During pregnancy, it improved. Try to reduce work stress. What is the best accomplishment of preventing migraine attack? فإذا إيش حيكون الجواب هنا؟ راح يكون beta blocker. Simply. ما في أي contraindication للبيتا بلوكر عندها. سوماتريبتان هذا طبعا for acute treatment. وبرضه الاكسجين ما ينفع. بايو فيدباك لو كان في كونترا انديكيشن البيتا بلوكر كان ممكن نختاره. 35 year old female presented with unilateral periorbital headache associated with lacrimation and rhinorrhea. Typical picture of cluster. She claimed that this headache occurs every year at the same time. So what is the acute management? يكون 100% oxygen. 35 year old female presented with unilateral periorbital headache associated with lacrimation, نفس السيناريو فهو cluster headache. So what do we use as a prophylactic medication? فإحنا قلنا المايجرين البروفيلاكسس بيتا بلوكر لو ما ينفع أميتريبتالين اللي هو التي سي اي، التنشن البروفيلاكسس تي سي اي. طيب الكلاستر، الكلاستر البروفيلاكسس حقه كالسيوم شانل بلوكر، فالجواب هنا فيرابامين. الكلام هذا كله اسمعوه بس معايا دحين، مجموع ترى في جدول في الأخير، لو تحفظوا الجدول هذا ما تغلطوا في ولا مانجمنت اوف هيدك. فاذا الكلاستر بروفيلاكسس هو الكالسيوم شانل بلوكر سي مع سي فيرابامين. بس تريتمنت اوف ترايجيمينال نيورالجيا ريكول كويشن، هذا كاربامازيبين اللي ما يعرفها ما يجاوبها. Female came complaining of headache and sudden painful loss of vision. Examination, loss of vision in right eye. CT brain, pituitary hemorrhage. MRI brain, pituitary massive hemorrhage and compressing on optic chiasma and cavernous sinus. So what is the best next step? Hemorrhage وعامل compression, فأكيد urgent neurosurgery referral. هذا most important headache management you should know. لا تفوت ولا سؤال يجيكم فيه، حرام كلها سهلة. المايجرين خلينا كده في آخر دقيقتين نراجع أهم النقاط في هذه المحاضرة. أول شيء أول ستيب في الهيديك هي full history and examination. بعد كده نمسك البرايمري هيديك الثلاثة حقتنا، مايجرين قلنا unilateral throbbing pulsatile disabling headache.
الأكيوت تريتمنت حقه حسب مايل تو مودريت هياخد انسيد او اسبرين. مودريت تو سيفير، ايش يعني مودريت تو سيفير؟ يعني ما استجاب للانسيد فما استجاب للتريتمنت حق المايل، او عنده نوزيا وفوميتنج معاها فهذا ياخذ تريبتان. طب لو في نوزيا وفوميتنج هياخذها مو اورال، هياخذها سبكتينيوس او نيزل. البروفيلاكسس حقنا بيتا بلوكر، لو كان ازماتيك هياخد اميتريبتالين اللي هو تراي سايكليك انتي ديبريسنت. الكلاستر هيديك قلنا بين اوفر 1 اي ومع لاكريميشن. والبروفيلاكسس حقي الاكيوت تريتمنت حقي حيكون 100% اكسجين، والبروفيلاكسس حقي كالسيوم شانل بلوكر. تحطوا هنا السي مع السي عشان تتذكروها. فيرابامل تنشن هيديك يكون باند لايت اوفر ذا اكسيبت، يجي مع ستريس كونديشن. الاكيوت تريتمنت حقي انسيد، والبروفيلاكسس تي سي اي تي مع تي. سباركنويد هيموريج ايرجنت نيوروسيرجن ريفيرال، تراجيمينال نيورالجيا كاربامازيبين، تيمبورال ارترايتس هاي دوز ستيرويد، دونت ويت فور بايوبسي.